وأشار وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى أنه ناقش مع ناظره الأمريكي أنتوني بلينكن ملفات التعليم والسياحة والثقافة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي. كما أوضح عبد العاطي أنه تم مناقشة التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أطلقنا مجموعة العمل الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في قطاعات السياحة، التعليم العالي، التربية والتعليم والثقافة أيضا، وبحضور عدد من السادة الوزراء المصريين، السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير السياحة والآثار والسيد وزير التربية والتعليم. قبل أن نطلق أعمال هذه الجولة في إطار الحوار الاستراتيجي، كان لنا لقاء مطول بيني وبين الوزير بلينكن وبين الوفدين، تحدثنا فيهما عن العلاقات الثنائية، عن تطوير هذه العلاقات أيضا، عن مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.